مشاهدينا، نحتفل اليوم الموافق 5 ديسمبر بمتطوعي العالم، وتأتي هالمناسبة لتؤكد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل بهالعالم تكريما للعمل التطوعي والمتطوعين. أكيد هي قيمة إنسانية حابين نركز عليها من خلال برنامجنا ولدعم دورهم في تحقيق التنمية الشاملة في مجتمعاتهم، كما تحتفل دولة الإمارات بهالمناسبة واللي تعزز ترسيخا لمبدأ التطوع والعطاء، واللي كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أنجح النماذج على مستوى العالم لتعزيزها لثقافة التطوع. بهذا الشأن نستضيف السيد محمد الزرعوني، مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي بدبي. حياك الله وصباحك ورد. صباح النور العافية. يا مرحبا. اليوم العمل اليوم العالمي للتطوع طبعا يكرس جهود الهلال الأحمر في مجال العمل الإنساني بشكل عام. حدثنا عن هالمهمة النبيلة والإنسانية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني التقرير لأخ محمد الشحي جاي في مكان أكيد في هناك عشرات متطوعين في خدمة هذا المؤتمر. أكيد. هذا التطوع طبعا هذا مش يعني جديد بالنسبة للإمارات. الإمارات كان من مئات السنين شيء يسمونه الفزعة، أنك أنت تفزع تساعد أخوك بأي شيء. أذكر إحنا كنا أطفال، حتى مرة حريجة فريج على ناصر، كل واحدة من الشارع يركض يساعد الجميع. التطوع شيء غريزي في الإنسان نفسه. لذلك هناك متطوعين العالم كله، يعني لو قلنا 100% متطوعين 70% تطوع شخصي، مبادرة شخصية في العالم كله. يقولون كل شيء الرغبة في العطاء، الرغبة في العطاء شيء من الخاطر وشيء من القلب. نعم. 30% عن طريق المؤسسات وعن طريق الجمعيات وعن طريق المنظمات الرئيسية. هذا الإمارات طبعا اليوم كما صرح سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مثل حاكم منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قال متطوعين الإمارات رسل المحبة والسلام للإنسانية جمعاء، لا فرق بين أي مكان. فذلك نحن هناك إجمالي متطوعين الإمارات الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 20,000 متطوع داخل الدولة. طبعا هذه رسالة سامية أكيد، ومجتمعنا مجتمع يحب العطاء بدون مقابل، وهي ثقافة العطاء بدون مقابل. شو حاب تقول في هالموضوع بشكل خاص؟ هذا أمر إلهي، الطوع أمر إلهي. أنت الآن لما يطلب منك أي واحد مساعدة على طول تلبي، لو أي بيت يكون لك أي مكان، حتى لو سمح الله حصلت أي واحد بالشارع أو كل شيء، ذا أي غريزة الله خسر. فذلك هناك يعني تطوع وخير، لو آية قرآنية صريحة الله يأمرك أن تتطوع، أن تساعد وتساهم. فكر وربي هذا الشيء في أجيالك في بيتك. يا إنسان لازم يكون أول شيء تتطوع لمساعدة من؟ مساعدة زوجتك في البيت، يكون معاه شريكة، مش شريك بس شريك، لا شريك تساعده كل الأشياء هذه. أكيد شراكة في الحياة بشكل عام، بكل تفاصيل الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل شيء يسوي في البيت، كان حتى يخيط ناعل، كل شيء يساعده. فتطوع لابد أن يكون غريزة نابعة من نفسك. إذا أنت مؤمن لازم تطوع، إذا أنت فعلا تؤمن بمبادئ وقيم لازم يكون هناك تطوع. فندعو كل الناس، وبعدين عملية التطوع عملية بسيطة جدا، إن الإنسان شكل ما قال الرسول هناك في خير إيماء الأذى من طريق، هذا تطوع. أكيد طبعا هي قيمة ومبدأ، ونحن ربينا في الإمارات على العطاء بدون مقابل. كيف أنتوا ترسخون هالمبادئ في المجتمع كالهلال الأحمر؟ من خلال طبعا دورات، نحن من خلال أن هناك عندنا نحن التطوع، عندنا نحن طبعا هناك منصة كبيرة موجودة الآن طبعا في الدولة، هي في منصة كبيرة اللي هي عبارة يعني منصة يساهم فيها حوالي ما يقارب الأكثر من عندي الإحصائية جبنا معي حقيقة. كان نفسي أقول لك أن هناك في داخل الإمارات حوالي 349,349 متطوع داخل الإمارات. يعني شوف الرقم كبير صراحة. جدا. نعم. من خلال ما يقارب هالرقم يخلينا نحن نستانس. فعلا من خلال 368 مؤسسة إماراتية ومنهم الهلال الأحمر الإماراتي. هذا رقم نحن نطلع الأول من منظومة السكان. لو نحن قلنا السكان من 8 ملايين الرقم بشكل هذا، لأن الآن حاليا في العالم أكبر، سابقا كانت أمريكا، الآن أكبر دولة في التطوع هي آخر إحصائية جبت معنا التطوير اللي هي الصين. الصين الآن حاليا فيها ما يقارب 775 مليون متطوع. الهند ثاني دولة، الولايات المتحدة رجعت الترتيب الثالث 149 مليون متطوع. لكن الجهد اللي يقدمه الأمريكي غير،
هناك تطوع بالجهود تطوع بالمال والوقت الزمن كم ساعات تسترقى. فنحن بالنسبه للامارات المتحده نرجع الى لحم الاماراتي عندنا دورات مكثفه عندنا طبعا احنا هناك حتى الان عملنا اكثر ما يقارب الى 43 تمرين لنا سواء كان داخل الدوله خارج الدوله. في عندنا اخر تمرين عملناه احنا في منطقه الظفره ومنطقه في الشارقه وتمرين مشترك عملناه في احدى مخيمات اللاجئين في الاردن. فالرغبه في التطوع ويقدمها لحم الاماراتي وتواجدنا الان حاليا نحن في 28 موقع حول العالم. طبعا الهلال الاحمر وجه مشرف لدوله الامارات العربيه المتحده، كيف يساهم الهلال الاحمر في تقديم المساعدات الانسانيه دوليا وعالميا؟ الحمد رب العالمين. طبعا الان كما تكلم ان هناك 28 موقع امارات موقع الهلال الاحمر موجود في العالم. عندنا فريق يعمل في بورتوريكا، عندنا فريق في المكسيك، عندنا فريق في فيجي، اخر مره الاستاذ عبيد رحمه كان جاي من فيجي. فعندي فريق الانشاء حول كل دول العالم، وصلتوا حتى المناطق النائيه. فعلا فعلا، لكن من خلال مخيمات اللاجئين. نحن هناك عندنا 7 مخيمات في شمال العراق. عندنا مخيم الإمارات الأردني اللي يضم حوالي 8000 أسرة سورية. هناك ما يقارب الأكثر من حوالي 43 متطوع إماراتي متواجدين غير المتطوعين السوريين. عندنا مستشفى ميداني في الأردن في منطقة المفرق يقدم خدمات جليلة حوالي 100 مراجع يوميا لكل الناس. هناك أطباء إماراتيين متواجدين هناك. هناك ما يقارب 23 طبيب إماراتي مع أطباء 83 شخص يقدم خدمات. عندنا مخيم الآن حاليا في أوروبا مخيم اليونان. أيضا هناك عقدنا تمرين وبعثنا إماراتيين لإشراف على المخيمات لاستقبال اللاجئين وما شابه ذلك. هناك طبعا أيضا عندنا دورات مكثفة. الدورات هذه كنت تقدم الدعم النفسي، يقدم حتى يعني ممكن اقول كلمه واحد زعل منها اللي حتى غسل الموتى، كيف نعلم متطوع غسل الموتى؟ كيف يتعامل مع الكوارث؟ يتعامل مع الامراض؟ يتعامل مع كيف الانقاذ؟ هناك دورات مكثفه وياخذ شهاده عليها وهذا. وكل متطوع موجود بهلال احمد الاماراتي لتامين شامل كامل، لا سمح الله يتعرض لاي مرض، يتعرض لاي حادث، هناك دوله ما يعتبر كموظف والدوله تتولى كل كيانات. يعني غير الدعم المادي في دعم نفسي ومعنوي. نعم. لكل الفئات. نعم. محليا شو هي اولوياتكم في الهلال الاحمر؟ محليا طبعا احنا في دورات المتطوعين فتحنا منصات هنا في المدارس بالتنسيق مع هناك في جهاز اسمه جهاز العون، التنسيق عند المتطوعين في المدارس اللي يسمون الهلال الطلابي. الان طبعا السنه هذه وقعنا اتفاقيات مع الجامعات داخل الدوله ان هناك طلبه وطالبات من جامعه، واخذنا طالبات من جامعه الزهر وقام بزياره قمنا بزياره الى مخيم الاردني الاماراتي هناك. ايضا هنا وسخنا ان يكون هناك تطوع بين خلال المراحل السنيه الدنيا في رياض الاطفال في الروضه. توه احنا قبل شوي كانت اطفال جايين زياره الهلال الاحمر فرع مركز دبي فاستقبلناهم وعملنا تطوع. الطفل لما يشوف انه يعني ينسخ فيه فذاك لا بد ان ترسخ الطفل اكيد، خاصه في اول سنوات حياته، السنه التاسيسيه في شخصيه الطفل. صحيح. تزرع وتغرس فيه ثقافه التطوع والعطاء بدون مقابل. نعم. طبعا الحوار شيق وعندنا محاور كثيره، لكن ننتقل للزميل محمد الخطيب ونرجع نكمل حوارنا. صباح الخير يا محمد. هلا صباح النور والسرور ميتا، صباح النور لجميع مشاهدي قناة سمة دبي، صباح النور لمشاهدي برنامج صباح الخير يا بلادي. نحن هني في مركز دبي التجاري العالمي حيث يعقد مؤتمر ضخم، مؤتمر القلب والأوعية الدموية. هذا المؤتمر الذي يشارك به قرابة 10,000 طبيب وعالم من كافة أنحاء العالم. هذا المؤتمر الذي تنافست عليه دبي وحصدت يعني نتيجة تنظيمه هنا في دبي بعد تفوقها على سنغافورة وكيب تاون وكوريا أيضا. اليوم في هذا المؤتمر يناقش أهم أسباب وفيات الإنسان بشكل عام. المعروف أن 25% من أسباب الوفاة هي نتيجة أمراض القلب في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا، وأكثر من 17 مليون شخص حول العالم يموتون سنويا بأمراض القلب. قبل لا نتكلم عن مؤتمر القلب اللي بيكون معنا بعد شوية ضيف إن شاء الله ميتة، بنتكلم عن إقفال سوق دبي المالي. لمحة اقتصادية بسيطة، البارحة أقفل سوق دبي المالي على 233 مليون درهم تداول، 232 مليون درهم بتداول 142 مليون
سهم تقريبا وتنفيذ 3000 صفقة مرتفعا بمقدار 7.5 نقطة، وهو ارتفاع ممتاز جدا بالنظر إلى تداولات السوق في الأسابيع الماضية. هذا ما لدينا ميتا حتى الآن في مركز البيع التجاري، حبينا نصبح عليكم بس، ولنا عودة إن شاء الله لمعرفة المزيد عن مؤتمر القلب والأوعية الدموية في إمارة دبي. شكرا للزميل محمد الخطيب من المركز التجاري، وننتقل ونكمل حوارنا مشاهدينا مع السيد محمد الزرعوني مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي بدبي. حياك الله، تعرفنا على أخبار السوق المالي وعلى مؤتمر القلب والأوعية الدموية، وننتقل الحين لموضوعنا الهلال الأحمر وثقافة التطوع. هل عام يحمل خصوصية لأنه يحمل اسم راعي الإنسانية؟ الشيخ زايد طيب الله ثراه، شو مبادراتكم؟ طيب الله ثراه هو اللي أرسى قواعد التطوع في الإمارات لما أمر في سنة 1983 بأول حملة إغاثية إلى اليمن، والآن طبعا آخر حملة إغاثية طلعت أيضا لليمن حاليا بواخر رأس اليمن. فأمر وكلف جمعية السابقة جمعية الهلال الأحمر في أبو ظبي وطرش معهم مطوعين إلى اليمن، وكانت أول مساعدة إنسانية تطلع من الإمارات باسم الهلال الأحمر الإماراتي. كان زلزال اليمن وكان معهم مطوعين، فأرسى قواعد التطوع الله يرحمه كل الشيخ سعيد محمد الخطيب. حقيقة أنا أشكره لأنه كان معاي كزميل مرافق صحفي وإعلامي لما رحنا فعلا سنة 2005 و2006 لما رحنا أنتج دبي، كان في النيجر وحسينا عاش معاي كيف عملية التطوع هناك، تجربة التطوع أنا، وراحنا اللقاءات الخارجية في النيجر وشافوا المآسي اللي هناك، الأمراض الموجودة هناك، كل شيء. كمنصة من خلال منصة زايد نحن عملنا خلال فترة عام زايد حاليا عملنا عدة شراكات، كنا عندنا شراكات مع المجلس الوطني في دبي، عندنا هيئة الشباب، هيئة الرياضة، مع حكومة، مع جميع دوائر حكومة دبي، سواء كان شرطة دبي، كان غرفة التجارة وصناعة دبي، عملنا عدة اتفاقيات مشتركة معانا مع جميع دوائر حكومة دبي، ورسخنا رسخ التعاون التطوعية بينها، وفعلا الشكر والتقدير لكل دوائر حكومة دبي اللي ساهمت في التعاون والشراكة. نعم، شراكة بالنسبة فعلا عام زايد، يعني فعلا الناس الكل لما تقول كلمة الكل حتى الآن. نحن اليوم عندنا حفل في أبو ظبي في الأمانة العامة تكريم ما يقارب أكثر من حوالي 500 متطوع اللي أخذوا متميزين، كانوا من فرع دبي حوالي 23 متطوع سوف يتم تكريمهم خلال هذا المساء، حفل المساء من قبل رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. طبعا الهلال الأحمر هي هيئة رائدة في العمل التطوعي، شو تمثل لكم استضافة المؤتمر اللي كلمتنا عنه، مؤتمر أبو ظبي العالمي 26 للتطوع عام 2020؟ هذا مؤتمر دولي عالمي، طبعا ما حد استضافه في الشرق الاوسط ولا الوطن العربي، فرؤية ابو ظبي 2020 بيكون المؤتمر لاول مره ينتقل الى الشرق الاوسط، بتكون في ابو ظبي، بيناقش هموم التطوع، بيناقش عمليه ان هناك يكون يطلع قانون بحماية المتطوع، لأن حتى الآن ما في قانون دولي لحماية المتطوع بتاتا. نحن كإماراتيين نحن الحمد لله ضايعين مبادئنا، القيم والعادات والتقاليد، يناقش أيضا الوضع العالمي وما يتعرض له المتطوعين من خطف، يتعرض المتطوعين من إرهاب، كل هذا بيتم مناقشه، ولكن هناك بيكون هناك أيضا مناقشة القانون الدولي لحماية المتطوعين، بيكون هذا إن شاء الله المؤتمر هذا، ومؤتمر ضخم عالمي لأول مرة يطلع من خارج أوروبا وأمريكا وآسيا، جنوب آسيا إلى دولة المتحدة في عاصمتنا أبو ظبي الحبيبة. بإذن الله. التطوع في الهلال الأحمر بصراحة شرف لكل شخص الصراحة أن يشارك معاكم في مجال التطوع والعطاء. شو هي الشروط اللي يجب توفرها في الشخص اللي حاب أن يتطوع؟ إذا أنت عندك الرغبة تعال بدون شروط. نحن عندنا حالي. طبعا أنك تواصل عندنا عن طريق الأونلاين، أيضا تواصل عندنا عن طريق الخط المباشر 800-733، اتصل في الرقم على طول، فري كول، هذا اي وقت يرد عليك يعطون شروطه. شروط منتهى البساطه، اذا انت كنت كمواطن لاعمار معينه لكن ما ننشر شيء، ما يكون عندك بطاقه الهويه، واذا كنت مقيم اهلا وسهلا بك بطاقه الهويه، اذا عندك اقامه شرعيه تدش المواقع وتختار الفرع تريده، وبعد ذلك تخضع الى تدريبات مختصه. لكن تطوع ان يكون خارج الدوله لازم يكون له شروط اخرى مختلفه حسب الدوله. في بعض الدول تقبل ان يكون غير المواطنين الاماراتيين يكون معاهم في التطوع، مثلا شكل الصين قبلت بس فقط المواطنين الاماراتيين ما يروحون. مثلا الان نحن تواجدنا في اليمن حوالي يمكن 400 متطوع متزاوجين، نحن نفضل يكون هناك اماراتيين، وهناك متطوعين متخصصين كاطباء كمهندسين وكايضا في مجالات متخصصه. نعم لازم يكون هناك الان مثلا متطوعين موجودين في مستشفى الميداني في الاردن متخصصين، ايضا في المركز الطبي المتواجد في مخيم
محتاجين في اليونان ايضا متخصصين اطباء. وبعدين العنصر الرئيسي احب اقول لك انه تواجد المراه كمتطوع ضروري جدا جدا، لان المراه تعرف كيفيه التعامل مع الاطفال، المراه تعرف كيفيه التعامل مع النساء، وضمت المراه غير ضمت الرجل الطفل هذا شيء. فذلك اهل الحريم عندنا النساء عندنا قسم خاص تطوع ودربنا تدريب كامل، وعندنا فريق مجهز للطوارئ والازمات موجود في الاحمد الاماراتي يقدر ينتقل باي مكان. شاكرين لك وجودك اليوم، شكرا لحضورك استديو، صباح الخير يا بلادي. شكرا لك. انا لي الشرف يا مرحبا.